الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد النبي النور. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد ألف ألف مرات. اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا. سبحانه الواحد الأحد سبحانه العزيز الصمد سبحانه رافع السماء بغير عمد سبحانه مقسم الأرزاق سبحانه خالق السماوات سبحانه 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 لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو مكان رحيم كريم, most majestic, loving, gentle, generous, compassionate Allah, that Allah who is Rahman, that Allah who is Rahim, we submit to you, O my kind, Rahim, Kareem, Allah. We acknowledge that we are wrong in our ways, and we beg of you that you forgive us for all of our sins, our minor sins and our major sins, the sins that we committed knowingly, the sins that we committed unknowingly. O Allah, you know us better than we know ourselves. We are weak in our construct. By default, we commit sins over and over and over again. O my kind, Rahim, Kareem, Allah, grant us the ability to remain steadfast in your obedience. O Allah, grant us the ability to refrain from your disobedience. O Allah, grant us strength and discipline when it comes to our ego and the whispers of shaitan, the dejected. O Allah, grant us all goodness in this world and the next, and save us all from the fire of Jahannam. O Allah, whoever is going through whatever difficulty, remove their difficulty and grant them ease. O Allah, we make this dua for ourselves and the entire ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam from its inception until its end. O Allah, we ask of you for all of the things that Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sought from you. And we seek protection in you from all of the things that Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sought protection in you from. Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل منا يا رب, إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا, إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين.